الرحمن الرحيم. في المحاضرة السابقة أخذنا الهيتك تشينجرز محاضرات السابقة، وعرفنا بصورة عامة الهيتك تشينجر شنو فائدته واستخداماته واستخدامات كل نوع، لأنه قسمنا الهيتك تشينجر لعدة أنواع وأخذنا كل نوع على صفحة، وعرفنا كل ما يتعلق بكل نوع والظروف اللي نستخدمها، الظروف المناسبة اللي تجبرنا أنه نستخدم النوع المحدد اللي نختاره حسب الموقع والديزاين وإلى آخره. المحاضرة السابقة أخذنا أيضاً الستيم كوندنسرز، أخذنا مكثفات البخار، وهم درسنا طبعاً بصورة عامة شنو فوائدها، وقلنا أنه الستيم كوندنسر مهم جداً بالمنظومة، منظومة الطاقة البخارية، محطة الطاقة البخارية. ليش؟ من يتذكر شنو فوائده؟ أهم فوائده من يتذكر؟ خلصنا من الهواء الضار والغازات. جيد، أول شغلة خلصنا من الهواء والغازات الضارة بالمنظومة، أقل تكلفة أقل خسائر. بعد شنو من أهم فوائده؟ يكثف المي، كثف لنا الستيم، يرجع إلى ساتوريتد ليكويد، ساتوريتد ووتر. وبهذا شنو من كثفنا المي شنو اللي استفادنا؟ حافظنا على اعاده تدوير نفس المياه المستخدمه، المياه المستخدمه نقيه طبعا، احنا صارفين عليه فلوس على التريتمنت ووتر تريتمنت بلانت، ووتر تريتمنت بلانت خاصه هاي تصفي المي، مثلا يجيك المي من النهر شلون محطات تصفيه مياه الشرب طبعا. ف هاي المحطة تعرفون يعني اكو تكاليف وصرف وكذا وكلور وشيب وكثير من المعالجات الكيميائية والحرارية وغيرها، فيلا يوصلك المي بدرجة من النقاوة تحافظ لك على محطة الطاقة واجزائها من التآكل ومن يعني الشغلات اللي ضارة الغازات الموجودة. فالماء اللي تستخدمه بالمنظومة تدوره عن طريق التكثيف، عن طريق الستيم كوندنسر انت راح ترجع تكثفه وترجع تستخدمه. بعد نقطه مهمه، خفض لنا الضغط. من خفضنا الضغط تذكرون بدايه الفصل الاول اخذنا اهم نقاط، اهم ثلاث نقاط لزياده الكفاءه، دوره رانكن تذكروها، دوره رانكن هي دورتنا العمليه لمحطه الطاقه البخاريه. كانت النقطه الاخيره هي شنو؟ lowering condenser pressure. كان عندنا اما نزود ضغط البويلر او نقلل ضغط، شوفون يعني نسوي فرق بالضغط مثل ما نشوف يعني، اما تزود ضغط البويلر او تقلل ضغط المكثف او اثنين نسوين يعني، شوف تسوي فد نسبه فد فارق بالضغط بين البويلر وبين الكوندنسر، هذا الفارق بالضغط من يقول لي وين هذا؟ وين راح يصير هذا الفارق بالضغط؟ عبر يا جهاز يا كومنت، ها؟ البويلر ضغطه عالي والكوندنسر ضغطه واطي، منو الجهاز اللي راح يصير بفرق الضغط هذا كله؟ ها؟ بين البويلر والكوندنسر شنو اكو؟ توربين. ممتاز، بين البويلر والكوندنسر توربين، اذا البريشر دروب راح يصير فرق الضغط وين؟ يصير بالتوربين، يعني التوربين يخرج له يدخل العفو ضغط عالي ويخرج منه ضغط واطي. شوف يعني كأنه هاني يعني التورباين من جهة من البويلر يعني منطي ضغط عالي، والجهة الثانية عندي فاكيوم، عندي الكوندنسر يسحب منطي ضغط تحت الضغط الجوي، بحيشوف الستيم راح يجي يندفع بسرعة رهيبة داخل التورباين. لذلك من أقلل الضغط مال الكوندنسر راح يصير عندي، يصير عندي سرعة الستيم تزيد، طاقة الستيم تزيد، تعطيني شنو؟ تعطيني ورك، تعطيني شغل أضافي زيد للشغل. وكذلك البويلر من زيد الضغط مالته أيضا ينطيني شغل أضافي، ينطيني شغل زيادة بالشغل المنتج في الطاقة في المنظومة رانكن، بوقتها في دورة رانكن في منظومة الطاقة البخارية. إذا هذا ما يخص أهم الأدفانتج للستيم كوندنسر. وأخذنا أيضا أنواعه وعرفنا كل نوع ايش وقت نستخدمه، الظروف الخارجيه طبعا هي اللي تحكمنا انه نستخدم الانواع اللي قلنا. من يتذكر الانواع؟ ايش كم نوع اخذنا؟
بالكوبل ستيم كوندنسرز. الكونتاكت. الكونتاكت. والنون كونتاكت. الكونتاكت تقصد به شنو؟ دايركت ولا دايركت؟ دايركت. دايركت كونتاكت. أخذنا النوع الأول اللي هو دايركت كونتاكت أو سميناه التسمية الأخرى. ميكسينج وسميناه جيت لأنه شنو بي؟ بي على شكل يكون نفثات جيت يعني شلون لها فشنو اللي يصير بي كونتاكت ماشي يصير بي دايركت كونتاكت بين هاي بالنوع الاخير بل النوع الاخير يتقسم الى نوعين النوع الثاني شنو هو دايركت الاندايركت كونتاكت او النون كونتاكت تقدر يعني الاندايركت يعني بالانجليزي من تقول دايركت اندايركت تقدر تخليها نون دايركت هم يعني مقبوله سير التماس انتقال الحرارة سير غير مباشر عن طريق شنو بيناتي بايب سطح لذلك يسميه سيرفيس كوندنسر يسميه سيرفيس كوندنسر أيضا مرات شوفه يسميه سيرفيس كوندنسر هذا النوع الثاني أما النوع الأخير النوع الأخير اللي هو الإفابوريتيف اللي يشتغل الإفابوريتيف كوندنسر يشتغل بطريقة التبريد التبخيري اللي أنتوا دارسيها بالمرحلة يمكن الثالثة أو الثانية بعمليات تكييف التبريد اللي مثال عليها قلنا المبردة وتحتاج جو حار حتى تشتغل لأنه تعتمد على الرطوبة النسبية دراي وذر نعم جيد إذن اليوم راح نجي ناخذ الماثماتيكال أناليسيس وناخذ البيرفورمانس ميجرمنت راح ناخذ اليوم حساب الأداء المن الستيم كوندنسر راح نجي نحل معادلات أيضا رياضية نجي نحل عفو مسائل رياضية حول الستيم كوندنسر عندنا البيرفورمانس طبعا تلفوا الآر طبعا سائلة ميجرمنت طبعا ان الموضوع مالتنا الستيم كوندنسر بيرفورمانس ميجرمنت طبعا بالبداية شنو عندنا الضغط المستخدم اللي نستخدمه بالمسائل مالتنا هو الابسوليوت الضغط المطلق الابسوليوت في ابسوليوت تسميه الابسوليوت وين يساوي لما تسميه في كوندنسر او يسميه بي تي بال راح اشوفه بالهان هذا الضغط المطلق الضغط المطلق شو يساوي لي في بارومتريك ناقصا فاكيوم ابرجر اسميه بي فاكيوم بي فاكيوم حتى تعرف شنو هاي الفي شنو هاي البي هذا بارومتريك هنا فاكيوم هذا شلون صار هالشكل هذا راح تذكرون بالثرموداينامك ماكو شيء طبعا ما نقدر ندخل الفاكيوم بالمسائل عندنا الابسوليوت هو اللي نستخدمه بالمسائل الرياضيه ما ندخل الفاكيوم ما عندنا فاكيوم موجود طبعا مقياس الفاكيوم تشوفوه بس ما نريد نستخدم بالحل ناخذ ضغط المطلق فنطرح الضغط البارومتريك اللي هو الضغط الجوي والضغط الفاكيوم يطلع لنا ضغط الابسولوت شلون هذا صار هالشكل عندنا طبعا بي يساوي لنا 1 اتموسفيريك وعندنا بي اصغر من 1 وعندنا بي يساوي لنا 0 عندنا طبعا من 1 اصغر من 1 هذا نسميه النيجاتيف او الفاكيوم هذا نسميه فاكيوم طبعا من الصفر من هذا المقدار نسميه الابسوليوت من هنا نسميه البي اي تي ام اللي هو البارومتريك فمثل ما تشوفون البي ابسوليوت يساوي لنا هذا المقدار اللي هو البارومتريك
ناقصا هذا المقدار، هذا المقدار ناقصا هذا المقدار نحصل على هذا المقدار. واضح؟ هذا ما يخص الضغوط، علاقة الضغوط بريشر ريليشن شيب بالثرموداينامك بالأول، ناسين يمكن ما تذكروا. فعلى كل من هذا المخطط نستنتج هذه العلاقة. عندنا البي كوندنسر أيضا، البي كوندنسر شو يساوي لنا؟ يساوي لنا بي اي زائد بي اس. البي اي شنو؟ البي اي شنو؟ بارشل بريشر اوف اير. اما البي اس هو البارشل بريشر اوف ستيم. عندنا الضغط الابسوليوت ايضا شو يساوي لنا؟ انا ايش عندي بداخل الكوندنسر؟ شنو اللي داخل عندي؟ داخل عندي ستيم. الستيم هذا ما ممكن يدخل بدون هواء، لابد من وجود الهواء مع الستيم، لازم، هاي ما ممكن. فقط في الحاله المثاليه، فقط في الحاله المثاليه. هسه راح نجي عندنا كفاءه الفاكيوم نحسبها من الحاله الحقيقيه والمثاليه. ف لحد هنا هاي الحالة الحقيقية عندي، هاي الحالة نسميها actual، هاي هنا actual حقيقية. شنو عندي؟ عندي قانون دالتون للضغوط الجزيئية يقول الضغط مجموع الضغوط يساوي لنا الضغط الكلي. فأنا ايش داخل عندي؟ داخل عندي الهواء والستيم، فعندي ضغطين، الضغط الأول هو ضغط الهواء وضغط الستيم بداخل الكوندنسر مجموعا يساوي لي ضغط الكوندنسر. اذا ضغط الكوندنسر اللي هو الابسوليوت بريشر صار عندي كم قانون لحد الان هسه اقدر احسبه؟ نا هذا القانون هذا القانون، واضح؟ عندي قانونين اقدر احسب من عندهم ضغط الكوندنسر، الابسوليوت بريشر داخل الكوندنسر. طبعا عندي البي فاكيوم من هاي العلاقه، البي فاكيوم شو يساوي لي؟ اكيد اذا اريد استخرج البي فاكيوم راح اقول شو يساوي لنا؟ البي بارومتريك ناقصين البي سي. زين عليكم السلام. بي في بي بارومتريك ناقصين بي كوندنسر. البي كوندنسر قلنا اكو عندنا شنو؟ حقيقي وعندنا اكو خيالي. الخيالي يساوي لنا شنو؟ بدون راح احذف الهواء كانه ما عندي هواء، ما يدخل عندي هواء، يعني الستيم يدخل الى الكوندنسر بدون هواء، فهاي حاله شنو؟ مثاليه. ها شنو اللي يفيدني هنا؟ شوف انتبه هنا، عندي شنو هنا؟ عندي كفاءة الفاكيوم، عندي كفاءة الفاكيوم، شلون احسبها؟ طبعا اقول طبعا الكفاءة شو يساوي لنا؟ دائما اكتوال اكتوال على ثيوريتيكال، اكتوال فاكيوم على ثيوريتيكال فاكيوم. زين مثل ما قلنا الاكتوال شو يساوي لي؟ الاكتوال هذا منو هذا؟ البي سي. انا شريد اريد فاكيوم، انا ايش راح يصير عندي؟ بي فاكيوم ناقصين بي بي ناقصين مو واشكل العفو لا انا هالشكل يصير عندي، انا اريد الفاكيوم اصلا، انا اريد الفاكيوم، فايش يصير عندي؟ بي بي ناقصا بي اس، بس شريده اريده حقيقي. اذا شو يصير عندي؟ بي اس بي اس. اما الثيوريتيكال بي بي ناقصا نفسه، شوف هذا البي فاكيوم استخدمه بس مره شنو؟ مره حقيقي. هذا المقدار اللي يغير لي القانون حقيقي او خيالي. هذا المقدار، لان انا شنو؟ اخذ البي بي نفسه ثابت بس بالمقام. اما اللي يتغير بي سي، بي سي مره يصير اكتوال ومره شو يصير؟
شو يصير؟ اكو صار مثالي. ما صار مثالي شنو؟ شو استعملت؟ بس بي اس. استعملت بي اس فقط باعتبار انه الستيم داخلي بدون هواء. بدون هواء هاي الحالة مثالية. اكو فد شيء بسيط نسبة قليلة من الهواء تدخل. اذا بهالقانون هذا اقدر احسب كفاءة الفاكيوم. صح هذا؟ فاكيوم افشنسي من خلال هالقانون. اكو احد عنده سؤال لحد هنا؟ هذا بي بي ناقص بي اس قبل شو يسوي؟ يعني هو اللي يطلع هذا الفاك. هذا القانون نفسه قانون الفاكيوم. يعني هذا بي بي؟ هذا بي في. هذا هسه المقدار كله بي في. ماشي؟ بس انا اللي غيرت بيه تلاعبت بيه من بالبي كوندنسر. البي كوندنسر مره اخذته حقيقي ومره اخذته هذا طبعا ما استخدمه ابد بالحل مالتي. فقط في حساب الكفاءه. فقط من عندي احسب الكفاءه اقول البي كوندنسر يساوي بي اس. كانه شلت البي كوندنسر خليته مكانه بي اس. هذا ما يعني بالقوانين مالتي بالحل المسائل ما استخدمه. دائما اقول البي سي يساوي لي بي اي زائد بي اس. ما عدا في حساب الكفاءه. انا نفسي تبي كوندنسر. بي كوندنسر هذا بي كوندنسر هذا بي كوندنسر بس حقيقي. هذا مثال. هذا مثال. تقدر هنا تقدر تخلي دائره عليه. هذا هنا تكتب حقيقي. هذا بي سي حقيقي. هنا بي سي مثالي. حتى لك حتى تظل الشغلة ببالك. إذا لهنا عرفنا علاقات الضغوط. تبقى يبقى عندنا كفاءة الكوندنسر. كفاءة الكوندنسر أيضا تساوي للأكتوال. أكتوال ريس ان كولينج ووتر. عندي سائل التبريد او الماء هنا اكتوال ريس على ماكسيموم بوسيبل تمبرتشر ريس اقصى ارتفاع درجات الحراره. وهذا يساوي لي تي 2 ناقصا تي 1 على ايش عندي هنا الماكسيموم. عندي طبعا التي كوندنسر ناقصا تي 1. قانون هالشكل بعدين هم بالمسار راح نجي نعرف شلون نستخدمه. تي 2 ناقص تي 1 هنا طبعا درجه حراره الخروج والدخول لماء التبريد. تي كوندنسر هي درجة حرارة الكوندنسر اللي هي درجة حرارة التشبع اللي هي ثابتة ما عاد غيرها بالكوندنسر. والتي 1 هي أيضا درجة حرارة الدخول نفسها. وتشوفوا مشابهة لمن هذا؟ ها؟ هذا اللي هي أي يا قانون لمن؟ الان تي دي. أي أكو فد شيء بالان تي يو. قانون بالأخير. الاي ذكرتو يشبه قانون الاي بس بدون وجود ذاك افكتفنس. هنا عندنا كفاءة. ذاك كان بي سي مينيمم وهنا اللي شنو تابع مثلا نا ام سي. اذا كان الهوت نستخدم شنو ام اتش وام سي. وهنا عندنا السي مينيمم تذكروا قانون الافكتفنس. فاذا لحد هنا هاي القوانين عندنا. اكو واحد عنده سؤال حتى نجي نحل المسألة. هذا ما يخص قوانين المستخدمة. خلصتوا هاي المساحة؟ عندنا مثال صفحة 8. مثال صفحة 8 طبعا العام المثال السؤال الوزاري اللي اجى راح تشوفوه ان شاء الله موجود. راح اعطيكم اياه واجب هم ورك سهل. جايب لك سؤال خليط بين هيت اكسشينجر بين يعني تستخدم قوانين هيت اكسشينجر وقوانين الكوندنسر يعني ستيم كوندنسر. يعني تحتاج الال ام تي دي او الان تي يو. ال ام تي دي مشترك. يعني جايب لك سؤال كانه شامل هيت اكسشينجر
وستيم كوندنسر. لا مو طويل، سهل بسيط جدا بسيط، راح تشوفون ان شاء الله بسيط. يمكن انا استنسخت لكم الاسئله بالاستنساخ موجوده مو الوزاريه، راح اعطيكم اياها واجبها مكتب لكم اياها ان شاء الله بعد المحاضره. فسؤال من يقرأنا هذا السؤال؟ طلع من زلتك ترى. إكزامبل الأول. صفحة 8. إلى كوندنسر ذا فاكيوم أوف 71 سنتيم أوف. على كيفك؟ على كيفك؟ أنا كوندنسر إيه؟ ذا فاكيوم أوف 71. منطينا الفاكيوم. فاكيوم شو يساوي لنا؟ 71 شنو؟ سنتيم للزبدة. سنتيم اوف اتش جي. زين بعد. از امنتين ويز بارومتريك ريدنج اوف 76، يريد يبقى يقرا 76. يقول لك البارومتريك، البارومتريك از امنتين، يعني يقول لك الفاكيوم محافظ عليه مع ضغط بارومتريك اللي هو قلنا الضغط الجوي طبعا. ايش قد منطينا الضغط الجوي؟ 76 سنتيم. من يقول لي هاي القراءات شنو؟ هاي مال انبوبه غير. انبوبه شنو؟ على مستوى سطح البحر. البارومتريك شنو هذا؟ جهاز شنو؟ نقيس فيه؟ تذكروا قياس الضغط والجهاز البارومتريك الزابقي؟ تذكروا الثرموداينامكس؟ فاذا هاي القراءات هي عن طريق البارومتريك الزابقي، الجهاز البارومتريك لقياس الضغط. ف انت ايش عندك بالجهاز؟ لا تقرا، ايش تاخذ؟ ارتفاع. عندك شنو؟ ارتفاع شنو؟ ارتفاع الزئبق. ارتفاع الزئبق لازم شو تحوله؟ شو تحوله؟ انا احتاج ارتفاع بحل مسالي او شنو؟ هاي ضغط انا لازم احوله الى ضغط. فاذا هسه راح نجي نعرف شلون نحوله الى ضغط. اوكي كمل لحد هنا. في كوندنسر تجد منطينا اياها 35 درجة سيليزية. زين بعد هوت وول از ات تمبرتشر اوف 30 بين حرارة الجدار. الهوت ويل، لا الويل معناته قلت لكم الكوندنسر عندنا هنا من يتكثف عندنا اكو شنو؟ اكو اكستراكشن بامب تسحب وتذب لنا بالهوت ويل. تذكروا الهوت ويل؟ هنا سوي لنا شنو؟ سوي لنا سحب، سوي لنا سحب، هذا هنا المتكثف خلينا نقول سوي لنا سحب. وين يروح؟ يروح بداخل شلون الويل معناته شلون الاجره الوعاء البير معناته. فهذا قبل ما يروح للبويلر، هنا البويلر هاي مضخه البويلر ماشي. فاذا هذا الهوت ويل هنا، فالهوت ويل مثل ما تشوفه درجه حراره الماء يعني بعد ما يخرج من الكوندنسر، بعد ما يخرج من الكوندنسر يروح لهذا الوعاء فمنطيك درجه حراره الوعاء. فهاي يعني حاليا هسه بالمساله ما راح نستفاد منها، احنا نسجلها بس لانه انت عندك درجه الحراره اللي تحتاجها داخل الكوندنسر. ليش هاي 35 وهاي 30؟ طبعا لانه اكيد مخفض، لانه هاي بقى يعني غير يعني وديتها غير مكان وبقى للضغط الجوي فقط حراره، فمن 35 الى 30 صارت. واضح؟ نعم. زين. The cooling water is circulated at a rate of 800 kilogram على المنت. شو يقول لك؟ The cooling water is circulated. شنو هاي معناته؟ شو منطيك؟ الماء اللي متبرد ومتدور. منطيك الام؟ مال الوتر، ووتر ماء التبريد، منطيك الام؟ مال ماء التبريد اللي هي قد منطيك اياها؟ 800 كيلوغرام على المنت. زين. And condensed is available at 25 كيلوغرام. منطيك الكوندنسيت اللي هو شنو؟ عام المتكثف، الام كوندنسيت راح اسميها. هم منطينا اياها ايش قد؟ 25 كيلوغرام على ملت. طبعا السؤال بسيط سهل ان شاء الله هسه راح تشوفون. مثل الهيت اكسشينجر، حلو يعني هذا الموضوع الهيت اكسشينجر والستيم كوندنسر، يعني الاسئله حلوه مباشره ما فيها يعني صعوبه ان شاء الله. فعندنا الام كوندنسر والام دبليو موجودات طالعين يعني. بعد عندنا the temperature of cooling water at inlet and outlet are 15 and 25. منطينا منطينا درجه حراره الدخول والخروج من الوتر، الماء التبريد اللي هو مستخدم الوتر اللي هي شنو قلنا؟
تي 1 سميها سمول. تي 1 سمول ايش قد الداخله؟ 15 والتي 2 25. بعد determine the mass of air and efficiency taking mercury density as قبلها determine the mass of air in كيلوغرام. عبرت لك سطر شفته ان كيلوغرام على متر تبعي of condenser volume. يعني شو يريد؟ يريد determine the mass of air in كيلوغرام على متر of condenser. يريد الهواء منو يستيم؟ الهواء الداخل والستيم. اول شغله يريد الهواء الداخل والستيم، يريد الكتلة مالته بس شنو؟ على وحدات الفوليوم. واضح؟ هسه راح نجي نعرف شلون نستخرجها. زين، شو يريد بعد؟ دراينس فراكشن اوف ستيم. يريد الدراينس فراكشن. شنو هو الدراينس فراكشن؟ كسر الجفافية اللي هو الاكس، مال منو؟ مال الستيم الداخل. الستيم يدخل عندي منين؟ من البويلر. راح يدخل، اكو مقدار تتذكرون؟ عندنا تي اس دايجرام شو عندنا؟ عندنا هنا يعني الحالة هسه ما نعرفها هنا او هنا. المهم انا ما لي علاقة بالحالة اللي بالبويلر، هسه شغلي وين؟ كوندنسر. يريد خلينا نقول فرضنا هنا، اريد هاي هنا الاكس ايش قد؟ يريدها من عندي مال الستيم الداخل بالكوندنسر. انا مو عارف داخل الكوندنسر ايش راح يصير عندي؟ هاي راح يصير تكتيف من هاي النقطة إلى هاي النقطة. واضح؟ هاي العملية سائل تصير بداخل الكوندنسر. هاي درجة الحرارة مطلين ياها ايش قد؟ 35 مطلين ياها. شو يريد مني؟ يريد مني الاكس. ها؟ واضح؟ إذا أقدر أطلع الانسالب هنا؟ أقدر أطلع الانسالب هنا؟ هسه راح نجي نشوف. استاذ الاكس يريده هو كسر الجفافية. المن الستيم داخل الكوندنسر راح يدخل له ستيم جاينا من التورباين. هذا البويل اب صار عمليه اكسبانشن للتورباين، دخل المن دخل الكوندنسر فدخل لنا بكسر جفافيه الاكس. فراح نشوف نستخدم قوانين لاستخدام نفس القوانين اللي استخدمناها بالمسائل السابقه، راح نستخدم الايجاد الاكس. هسه حاليا قبل هاي الاكس نجي نشوف شلون نستخدم قوانين الكوندنسر لإيجاد أول مطلب اللي هو شنو كان؟ علي؟ شنو كان؟ ماس أوف إير. ماس أوف إير. ما دام رات ماس أوف إير أنا إيش عندي؟ عندي بي بي شو يساوي لي؟ أم آر تي. التي الهواء هو ينطبق عليه قانون عام الغازات. عندي التي مال الهواء نفسه تي كوندنسر. الهواء الداخل نفسه 35 درجة الحرارة. الآر هي عندي ثابت حافظي. بوي 7.8 جيد. 2.8 7.8 8 هسه نشوفه. ايش عندنا بعد؟ هذا تحفظوه هذا الآر. وش عندنا بعد؟ الأم. عندنا الأم وعندنا البي وعندنا البي. هو شو يريد؟ يريد الأم. يريدها كيلوغرام على متر تكعيب. يعني معناته شو يريد الأم على بي؟ أسحبها. يريد الام على بي. هذا اللي يريده، هذا المطلوب مالته. ام على بي شو يساوي لنا؟ الام على بي بي على ار. بي على ار تي. فهذا البي شنو؟ بي صغيرة. بي هواء. انا ايش اريد؟ اريد الام. ام اير. اذا من اريد ام اير لازم ايش عندي؟ بي هواء. عندي هواء لازم كتلة الهواء وشنو؟ وضغط الهواء. هسه راح اجي استخرج شنو؟ ضغط الهواء. التي موجوده والار موجوده. هسه شنو اروح اجيب؟ ضغط الهواء. راح اجيب ضغط الهواء. شلون راح اجيب ضغط الهواء؟ من يقول لي شلون اجيب ضغط الهواء؟ نحول الاتش الى ضغط. اول شغله هاي نحول الاتش الى ضغط. بعد شنو القانون قبل شويه قلنا؟ راجع القانون مالتك. بي اي. ها؟ البي سي شو يساوي لي؟ البي بارومتريك ناقصه؟ بي فاكيوم. ها؟ بي فاكيوم. ليش اريد اطلع البي سي يعني؟ مو هو الهواء داخل الكوندنسر. ليش اطلع البي سي؟ شو اسوي بي؟ بي سي شو يساوي لي بعد قانون ثاني؟ بي اي زائد. بي سي شو يساوي لي؟ بي اي زائد شنو؟ بي اس. بي اس. اريد واحد. هسه هذا اقدر استخرجه لو ما اقدر استخرجه من ذني؟ نعم. موجودات في مئات لو ما موجودات؟ موجودات. بس اضربهم بمن؟ اضربهم بالكثافه. وهاي راح نجي نعرفها بسيطه ان شاء الله.
تحويل من الاتش الى ضغط، من الهيت الى ضغط نحوله عن طريق. بس من يقول لي هسه البي سي يقول استخرجناه، البي اس والبي اي، بي سي موجود، اريد البي اي، البي اس شلون اجيبه؟ صح ممكن انا اللي ابغى البي اس البي سي يعني مثال استخرج. لا شلون قلنا؟ قلنا قلنا البي سي يساوي لنا بي اي زائد البي اس. البي سي هو ضغط الكوندنسر نفسه اللي هو نفسه هذا، قلنا يساوي لنا مجموع الضغوط الجزيئيه للستيم والهواء الداخل. لا 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 مو من التيبل ناخذه؟ ممتاز، نجيبه من التيبل، نستخدم الستيم تيبل نستخرج الضغط، ضغط الستيم اللي هو بي اس ساتوريتد عند عند ياش اسمها درجه وينها؟ 35. ممتاز منتظر، نستخدم التي كوندنسر حتى شنو؟ نستخرج البي اس. هذا البي اس من الجداول واضح؟ هو سهلة صارت بعد حل السؤال. ها؟ البي اي من نريده؟ والبي سي من نجيب؟ البي سي هذا قانونه، هسه راح نجي نطبقه. طيب يا جدول طلع مال سوبر جدول بخار صار. انت ايش عندك؟ جد بخار مشبع؟ جدول بخار مشبع، ما عندك سوبر هيتد، انت ما سوبر هيتد بالبويلر تستخدمه. لحد هنا بعد هسه عندنا حاليا شغلنا بخار، ما دام كوندنسر مثل ما تشوف هذا حتى يظل قدامكم. فهسه هنا راح اجي انا احتاج احول الى شنو؟ الى ضوء. فايش عندي في كوندنسر راح يساوي لي؟ راح اجي اقول البويلر العفو البارومترك، شوف هاي البي البارومترك 7 76 ناقصه ليش؟ باعتبار ايش عندي هنا؟ بي فاكيوم ناقص بي بي بارومترك ناقص بي فاكيوم. هاي ايش عايزه؟ هاي ايش عايزه؟ هاي ايش؟ عندي البي شو يساوي لي؟ يساوي لي جاما فالاتش، ويساوي لي شنو؟ رو جي اتش. ماشي؟ زين هسه ايش عايز لي انا؟ عايز لي الرو كثافه كثافة الزئبق، نعطيك اياه كثافة الزئبق 13 رو اجي شو تساوي لي بالسنتي وحدات الكيلوغرام على سنتيمتر تكعيب؟ 1 3 شو تسوي؟ 1 3 6 احنا نقول نقربها عادي، انت قرب انا اريد هالشكل حتى تظل ببالك. كيلوغرام على سنتيمتر تكعيب، هنا سنتيمتر لانه انا منطيني سنتيمتر، شوف منطيني سنتيمتر سنتيمتر فهنا سنتيمتر. هسه راح نجي نحولها لامتر. زين انا ايش عندي؟ عندي بالسنتيم، هذا اول شغله بالسنتيمتر عندي، راح اجي اضربه في ايش قد؟ اقسمه على ايش قد؟ على 100. يعني اضربه في ايش قد؟ في 10 اس سالب 2 معناتها انا مقسمه على 100. زين هذا خلصت منه، حولته متر وطرحته، انتهيت منه. ماشي؟ عندي بعد شنو؟ شريط، اريد الرو اجيبه، وين الرو؟ جيب لي الرو في 0 1 3 6 في 10. انا ايش عندي؟ عندي هذا كيلوغرام على سنتيمتر تكعيب، قلنا السنتيمتر اقسمه على ايش قد؟ على 100. فهذا اذا اريد احولك وانا اقسمه على 100، بس ال 100 ايش بيها؟ تكعيب. يعني هذا ايش قد هذا المقدار راح يصير؟ ها؟ يعني ايش كم صفر قدامه؟ 10 اس ايش قد؟ 5 لو 6 6 3 في 2 6 هذا رياضيات ها؟ اذا في 10 اس 6 واضح؟ حتى احول سنتيمتر تكعيب الى متر تكعيب، هنا راح يصير عندي متر وهنا متر تكعيب حتى تكون الوحدات مالتي اوكي. لحد هنا اوكي؟ بس ايش عايز لي بعد؟ جي قد جي 9 8 1. لحد هنا ما عندي شيء بعد، عندي رو، عندي هذا الاتش، الاتش راسا طرحته. انا ايش سويت؟ طبعا هو كل اتش تاخذه على حد تقدر انت، يعني هذا الاتش بي الاتش بي والاتش بي، بس انا ليش؟ لانه هذا عامل مشترك، كله عامل مشترك راح يصير. يعني هذا اريد احوله اضربه في هذا المقدار، وهذا اريد احوله اضربه في هذا المقدار، بعدين اطرح هذا من هذا، بس انا ايش سوينا؟ سوينا راسا خليناه هالشكل بهالطريقه اختصرنا الحل.
لانه هذا كله عامل مشترك نفسه، هذا المقدار لحد هنا هذا كله ثابت. هذا الاتش هنا هاي الاتش. وهذا الاتش. هاي المقام. رو جي اتش. جي اتش انجلر يعني؟ رو جي اتش اي. هو قانوننا جاما في الاتش رو جي اتش اللي هي هاي الاتش المثنية. الهيد. الهيد. هو الهيد اللي هو ارتفاع الزاوية بالباور ماتريك. ماشي؟ أذن هاي ترى يعني مو صعبة بس تحويل وحدات ترى مجرد تحويل وحدات تدوقون بيها مجرد تحويل وحدات بس شوية ركزوا بيها تلقوها سهلة ما بيها شيء إن شاء الله. أذن لحد هنا قد الناتج الناتج 6.6 7 كيلو باسكال. نعم تفضل. ها من سنتيمتر تكعيب إلى متر تكعيب واضح؟ لانه السنتيمتر اقسمه على 100 حتى احولها الى متر. فمن انا عندي تكعيب فشنو 100 صارت تكعيب يعني 100 في 100 في 100 ها رياضيات يعني هذا عليك المفروض ما نشرحه. فاذا لحد هنا عندي شنو استخرجت شنو البي سي. البي سي صار عندي معلوم واضح. هسه راح اجي ارجع ايش عندي البي سي شو يساوي لي. بي سي يساوي لي بي اي زائد بي اس. انا شريت هسه اريد البي اي. بي اس منين اجيبه؟ راح اجيب بي اس فروم ستيم تيبل ات تي كوندنسر. تي كوندنسر يساوي لنا 35 سيليزيه. راح استخرج البي اس شو يساوي لنا؟ بي اس يساوي لنا هالشكل. رجاء نرتب الحل هالشكل حتى نعتمد على حلك هذا على الترتيب. اي حتى حتى بي اس فروم ستيم تيبل ات كوندنسر البي اس يساوي هالكل. اكتبه مره ثانيه يا خالد مو اتعاجز قبل اخليه يساوي لا اكتبه بي اس. ماشي بس خلينا نخلص هذا البي اس فروم ستيم تيبل ات تي منو يطلع لي هذا بال هذا بال من جاي بالجداول وين الجداول وقلنا لكم الجداول دائما التي اس راح تشوفوها بجدول راح تلقون البي اس عند التي يساوي 5.62 كيلو باسكال. ما تاكدتوا من عنده؟ هذا الجدول ستيم تيبل عند التي 35 شوف البي اس ايش قد يساوي لنا؟ على اتاكد جداول بخار مشبع بالبخار المشبع 35 شوف البي اس 5.62 ها؟ 6.2 9 لا 1.9 6.2 9 6.1 9 قربنا يعني مقربة اي مقربة مقربين زين. اذا هذا البي اس عندي معلوم والبي سي معلوم هسه اقدر استخرج البي اي. البي اي شو يساوي لي؟ يساوي لنا بي سي ناقص بي اس ويساوي لنا 6.67 ناقص 5.62 ايش قد عندنا؟ يساوي لنا ايش قد؟ 1.04 كيلو باسكال. رجاء الوحدات رجاء الوحدات كتبوها دائما عيدها يا طالب عيدها وعيدها وعيدها نفسها كيلو باسكال كيلو جول على الكيلوغرام الانسان بيعيدها وعيدها وعيدها ظل عيد مو والله كتبت هاي ما يخالف هاي معروفه لا ما عندي معروف كل هذه جربتها ما اريد مقدار بدون وحدات رجاء. تو بعد الطلاب راح تدخلون يعني امتحانات وزاريه فاريد حدكم متميز ومرتب ويختلف عن بقيه الكليات الاهليه ان شاء الله. ماشي فالمهندس المهندسين صرت ان شاء الله بعد صف رابع مهندس يعني لازم يكتب وحدات ماكو شيء بدون وحدات ما عدا ماكو رقم ماكو فد مقدار بالهندسه ماكو قدامه وحده. راح تخرجون ان شاء الله هم تشوفون يعني راح تشوفون حياتكم تمر عليكم هواي شغلات فما راح تلقون شغله بدون وحدات مستحيل. فالوحدات يعني ركزوا عليها ودير بالكم عليها بالامتحان خصوصا. زين البي اس العفو البي اي صارت عندنا معلومه. هسه نرجع لقانوننا اللي هو قلنا البي في ام ار تي للهواء احنا شنو نتعامل هسه ويا من هاي كل الحكي حتى نعرف الضغط الجزئي البي اي المن للهواء بداخل الكوندنسر حتى شنو وين نروح؟ نروح نقول بي في ها يساوي لنا ان ار تي. ماشي احنا شنو نريد؟
اريد الان او اريد الان بير بير متر تكعيب على في، يعني اما تقول هذا يساوي واحد المقدار تخلي بمكانه واحد، او تقول ان اي على في، هذه يساوي لنا في واحد على ار تي، ويساوي لنا واحد بوينت صفر اربعة على الار تي. طبعا هذا ضربه في الف، هنا الار ايضا تخليه بوحدات الضربه في الف، تخليه هنا هالشكل، يعني تتعامل تداما بالوحدات، هم من تحول كون وحداتك شنو نفسها بين البسط والمقام دائما نفسها. فهذا هنا ما محوله لانه المقدار بالكيلو جول، مقدار الار بالكيلو جول قد ما اخذه قد عندنا هذا حافظي الرقم 8 7 8 7. طبعا هاي بالكلفن، لازم بالكلفن، 35 زائد 273. طبعا درجه الحراره اكو شغله يمكن من الاول للرابع ما منتبهين لها، مو على بالكم، اللي هي درجه الحراره دائما بالكلفن. بس ليش مرات تخليها بالسليزيوم؟ ليش مرات تخليها بالسليزيوم؟ ها وحده تاكل الثانيه دائما. مثلا على عندي هذا المقدار، وانا مثلا عندي تي ناقص تي دائما اشوفها بالسليزيوم، بس هنا عندي وحده تاكل الثانيه دائما. هسه رجعوا، هسه تجوز ما متاكد مكانها، بس ارجع طلع قوانينه شوف راح تلقى كل مكان بينا اكو درجه حراره وحده مو اثنين، مو وحده ناقص وحده، ما راح تلقاها بالسليزيوم مستحيل، راح تلقاها درجه الحراره المطلقه بالكلفن. ماشي؟ فما اريد واحد هنا يجيبها بالسليزيوم، بي في ام ار تي ثرموداينامكس صف اول صف ثاني، مو تحلل لي اياها سليزيوم. ماشي؟ اذا هنا الناتج ايش عندي؟ ايش قد يطلع؟ 0.012 كيلوغرام على متر تكعيب مثل ما هو هذا. زين المطلب الثاني شو يريد من عندي؟ المطلب الثاني شو يريد من عندي؟ يريد من عندي دراينس فراكشن. المطلب الاول انتهى. من عنده سؤال على المطلب الاول؟ بس المكنسه هذا المطلب الاول انتهى عندنا، استخرجنا كتله الهواء اللي داخله طبعا مع الستيم. طبعا هاي كتله الهواء داخله مع الستيم راح هسه ناخذ بالمسائل الاخرى ايضا نفس اللي راح نسوي لها باكر، راح نسحبها. وين نسحبها؟ من عندنا يسحب قلنا؟ من عندنا اير بامب، عندنا مضخه هواء راح تسحب لنا هذا الهواء داخل مع الستيم، ايضا راح تسحبه راح يصير عندنا فاكيوم. بس الفاكيوم الى متى هذا الفاكيوم؟ راح يوصل الى مرحله بحيث يظل الفاكيوم شنو مينتين محفوظ. من يصير الفاكيوم مقدار ثابت راح يدخل الهواء مع الستيم، يخرج وين؟ المضخه. يعني نفس الهواء اللي يدخل مع الستيم يخرج. تفهمون شلون؟ يعني اول ما اشتغلت المضخه خلينا نقول كان ماكو فاكيوم، قامت تسحب هواء، يدخل قليل تسحب فيها هواي، يدخل قليل تسحب هواي، الى ان صار شنو؟ صار تخلخل بداخل الستيم كوندنسر، يعني شنو صار عندي؟ اندر فاكيوم، صار تحت الضغط الجوي. واضح؟ الى الان صار عندي شنو؟ بعد يعني ماكو بعد وصلت الكفاءتها، وصلت للنهايه بعد المضخه، بعد ما تقدر يعني لا متى تسحب، وقفت بعد. يعني شنو راح يجي ينكبس اذا بعد طويت كذا يكون ينكبس الكوندنسر الحديد مالته يجي للضغط، فتوصل مرحله تكون فقط الهواء اللي يدخل مع الستيم يخرج من عنده. واضح؟ مع المحافظه على الفاكيوم، يعني محافظه لنا على اليمن على الفاكيوم بداخل المنظومه، والدخل وتخرج لنا فقط الهواء اللي يدخل يخرج، يعني بس هاي الله شاء الله. يخرج من ستيم؟ ها؟ هم يخرج من ستيم؟ يخرج ستيم، ايضا راح نحسب الستيم الخارج، ايضا يخرج مع ستيم، ايضا يخرج ستيم شنو؟ يخرج بحالة، يخرج بحالة شو نسيح له؟ بهاي الحالة يخرج. هاي الحالة يخرج ساتوريتد دراي ساتوريتد فيبر يخرج. يعني في ستيم؟ ها فقط الستيم اللي غير متكثف اللي جاف يخرج، لانه ما تكثف وما قدرنا نسيطر عليه
طبعا الستيم الجاف ما ينشاف ما تشوفه. هسه انتم تشوفون البخار بعينك هذا بالاكس بالرطوبه الاكس مالته اقل من واحد، اكس مالته اقل من واحد. بس الستيم اذا شايفين مثلا عندك مثلا بالحمام من شغل المي تغسل مثلا تسبح تشوف السور عندك بخار وهاي وهاي، خلي صوابه بالحمام من شغل صوابه ما تشوف بعد البخار. وين راح البخار؟ وين راح؟ تحول الذرات، ذرات هاي اللي نشوفها ذرات الماء اللي هي الرطوبه اللي موجوده بالستيم اخذت الحراره تحولت الى شنو؟ تحول الى دراي ساتوريتد ستيم، صار حاره غازيه ما نشوفها بعد، بس هو موجود لا ما موجود ستيم؟ موجود موجود. ارجع واخر الصوبه ما رد الجو راح ترجع يرجع. شفت شلون؟ هاي الاراضي يصير على الجامعه نفس الشيء ضباب هم يصير نفس الحاله بالضبط. اذا لحد هنا بس الار تي صار نعم ثابت مالته هاي اي صار ولا 35 هاي تي صار هاي تي كوندنسر تي كوندنسر تي ونقص تي كوندنسر نفسها تي تي درجه حراره الهواء نفسها درجه حراره الكوندنسر الستيم نفسها هاي 273 حولناها للمطلقه قلنا هسه حكينا بيها. اذا ايش عندنا؟ عندنا هسه نريد المطلب الثاني راح امسحها راح امسحها لحد هنا اعوف المعطيات مالتي. انا ايش عندي؟ ستيم شنو داخل له؟ الكوندنسر شنو داخل له؟ ايش عندي؟ درجات حراره داخل لا شنو اللي داخله بصوره عامه؟ اعوفك من درجات الحراره. داخله بخار بخار محمص شلون داخل للتورباين ذاك داخل محمص بخار شنو؟ ميكشر ميكشر دائما خليط دائما خليط واضح؟ فيدخل لي خليط زين ايش يخرج؟ شو يخرج؟ سائل سائل مشبع سائل مشبع ساتوريتد ليكويد ووتر ليكويد زين. الطرف الاخر داخل كوندنسر شنو هو؟ ايش عندي بعد؟ جاي احكيكم على حتى معادله انتقال الحراره معادله الطاقه انرجي بالانس بين منو منو تصير؟ بين منو منو؟ بين المشبع استاذ وبين الهواء الخارجي الماء ماء التبريد بين ماء التبريد. هذا انرجي بالانس انرجي كويجن انرجي بالانس عندي معادله الطاقه الانرجي بالانس راح تكون بين الستيم وبين الكولينج ووتر ماء التبريد. الكولينج ووتر معادلته شنو؟ ردوا لي اياها. ايش عندي؟ ام ووتر سي بي ووتر تي 2 ناقص ام تي 1 ما بي شيء ها؟ شو يساوي لنا؟ ايش عندي؟ ام ستيم في ايش عندي؟ ما عندي سي بي عندي اتش ستيم انا اريدها اتش ستيم ناقصين ايش خرج عندي؟ اتش اف ممتاز. اما اقول اتش اف او اقول او اور سي بي دبليو في تي كوندنسر نفس الشيء. اما اقول سي بي دبليو 4.18 في 35 او ال 35 اروح على شجيب من الجدول اتش اف. ليش هاي؟ ليش ليش من يقول لي ليش؟ منين جبت هندني؟ منين جبت هين؟ منين منين جبت هين؟ من هالمخطط ايش عندي؟ نال اتش اس دخلت ناقصا شنو؟ ناقصا الاتش اف اللي هي هاي. او قلت تقدر تستخرجها من هاي او ما اروح للجدول او نفس نفس الرقم جربوا شوفوا الاتش اف وضربوا سي بي في التي راح تلقوا نفس المقدار. فاذا الاتش اس الاتش اس ناقصا الاتش اف هاي كميه الحراره وين راحت؟ وين راحت؟ من راحت؟ من من اكتسبها؟ ها اكتسبها؟ ووتر ما ووتر ماء التبريد اللي هو ووتر اكتسب هاي الحراره اللي الستيم فقدها وتكثف فقدها. اذا هاي معادله الطاقه انرجي بالانس بداخل ستيم كوندنسر. هذا الاتش اس من اجي؟ الله عم نريده والله طلعناه قبل شوي على ام اس اياه هاي ام كوندنسيت ام كوندنسيت نفس الشيء ام كوندنسيت وام اس نفس الشيء. هو البخار ايش راح يتحول؟
الكتلة ثابتة، كتلة قانون حفظ الكتلة، لا هم مثل الطاقة الكتلة. فالكوندنسيت نفس الستيم راح يتحول، فذا كان الستيم وذا كان فهو نفس الكتلة ثابتة طبعاً. فالأم ستيم هي أم كوندنسيت، تكتبها اكتبها أم كوندنسيت كيفك حتى ما تكتب. أو أم ستيم نفس الشيء. ستيم أو كوندنسيت نفس الشيء مثلنا ياها. عندنا الـ MW موجودة 800 طبعاً ما راح أحول منت وين منت واحدة تأكل الثانية ما راح أحول. ليش أقول لي واحد ما تحول رياضيات؟ إذا أجي أحول هاي على 60 ها هاي على 60 راحت 60 وين 60 ها شو الفائدة؟ فإذا إيش عندي MW معلوم، CBW راح نكتبه أحسن 800 في 4.18 25 ناقص 15 ناقص 15 كي يساوي لنا 25 اتش اس ناقصا ايش عندي هنا 4.18 في 35 يمكن بالملزمة كاتبة 30 ما اخذ الهوت وير طبعا غلطان واحدة من المسائل ما اعرفك مسألة ما اخذها الهوت وير ومسألة ما اخذها الكوندنسر الهوت وير مثل ما راويتكم ما له علاقة انت من تجي تحسبها الهوت وير خارج يعني خلينا نقول هو داخل حدود الكوندنسر بس خارج معادلة انتقال الطاقة يعني انتقال الطاقة بين الكولينج ووتر كولينج ووتر وبين الكوندنسر الهوت وير ما له علاقة يخرج من هاي العملية واضح هذا المسير نخليها هنا 30 ماشي بس هو يجيبها 30 حتى يريد يعني شلون يوهمك فإذا 35 هنا عندنا الـ HS حل المعادلة. الهوت وير قلنا هسه رسمت لكم اياها قبل شوية. الكوندنسر ما بعد عملية التكثيف راح يجمع عندنا الووتر هنقول بالاسفل. عندنا اكو بامب يسوي لنا فاكيوم ايضا قلنا اكو ووتر بامب واكو اير بامب. فالووتر بامب شو يسوي لنا؟ يسوي لنا سحب علما هذا المتكثف. توديناه وين للهوت وير؟ توديناه الوعاء. اسمه الهوت ويل او نسميه الويل البير او وعاء او يعني حجره هاي الحجره بعدها تروح للبويلر فهاي يعني خلينا نقول بين الكوندنسر وبين شو اسمه اكو مضخه وظيفتها بس شو اسمه هاي السحب هاي يعني تبي التوربين بعد البويلر من الهوت ويل للبويلر اكو مضخه هي الفيد ووتر اللي هي مضختنا اللي تعرفوها طبعا اللي هي هاي اللي هي هاي المضخة هاي مضختنا هنا اذن الـ HS قد مستخرجة 1.463 كيلو جول على كيلو غرام ماشي الـ HS الـ HS ما دام استخرجت الـ HS راح اجي الـ HS شو يساوي لنا HF ها HF آت 35 شلزية زائدا X HFG هاي هم آت 35 شلزية راح اجيب الـ HF والـ HFG راح استخرج من مين ستيم تيبل هذا ستيم ساتوريتد ستيم طبعا هاي اذا نكتب اس اس ستيم تيبل ما تبين سوبر هيتد او ساتوريتد فراح اكتب سات ستيم تيبل سات حتى ساتوريتد ستيم تيبل اي سات سات يعني ساتوريتد اختصار اذا اكتب سوبر اكتب سوبر هالشكل هسه حاليا عندي انا ايش عندي؟ عندي ساتوريتد ستيم تيبل استخرج من عندها عند هاي الحراره استخرج اتش اف واتش اف جي ليش؟ لانه انا ايش اريد؟ اريد اكس هنا اريد اكس الاكس احتاج اتش اف احتاج اتش اف جي هذا القانون مالتنا تعرفوه اذا من هاي الاتش اس موجود من هاي المعادله راح نستخرج الاكس طبعا تقريبا 6 بالعشرة طالع هنا عنده قليل ليش طالع عنده قليل ليش بزاد الاتش اف ليش بزاد
ليش ما اخذها بالزائد؟ يهوى استاذ الاشرف ليش زائد الاكس؟ يا معادله المعادله مالتنا اخذناها بالفصل الاول قانون اشتقيناه. نعم ارجع للمحاضرات مالتك وعندنا اشتقاق موجود راح تشوفه افتهمه يعني على كيف اقرا راح نوصل لهاي المعادله. قيمه الاكس كسر الجفافيه عندنا صفر. اي يعني معناته شوف الاستيم اصلا يعني حسب يعني نظري انه هاي تجربه عمليه مو يعني فد بويلر يسوي لك سوبر هيت يعني اعتقد البخار ما واصل اصلا البخار الخارجي من البويلر فيه رطوبه فحي تشوفه هشت تقريبا يعني ما واصل اي ما حتى هنا يعني تجربه عمليه خلينا نقول شلون مالتنا عندنا بويلر ان شاء الله راح نراويكم اياها ان شاء الله تجربه مختبريه بسيط في الجهاز بسيط بويلر بسيط ما بإمكانية إنه يوصل للدراي ساتوريتد أو ما فوق الدراي ساتوريتد سوبر هيتد فنشوف الإكس قيمتها ليش واحد يعني قد يدور بذهنه سؤال يقول ليش الإكس هذه قيمتها؟ سؤال.